أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتقوا. سورة ياسين part number 4 with تجويد with Urdu translation سیکھیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیس بک پیج کو فالو کریں, لائک کریں, شیئر کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم
يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. شکرا جزیلا آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پیج کو فالو کریں، لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ہم اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.